من فوق الجبل عشان نشوف عملية ترتيب الزراعة ونقل الأبراج من منطقة لمنطقة. طبعا احنا زرعنا هذه كلها خضار طبيعي بسبب الأبراج حقتنا اللي حطيناها. الأبراج اللي هناك نسبة الخضار في القمة ممتازة. الآن حيصير توزيع جغرافي لنقل الأبراج إلى بعض المناطق الأخرى عشان يكتمل التشجير. فزي ما احنا شايفين ما شاء الله، طبعا انا اعتبره الخضار بنسبة 25% بالنسبة لحجم الجبل. اللي ابغاه انا لازم يكون بنسبة تقريبا 85%، فهي نسبة ان شاء الله انها كافية. طبعا الموضوع ما هو سهل، الموضوع صعب شوية. احنا اول دولة في العالم تزرع الجبال بهذه التقنيات اللي احنا ابتكرناها، فطبعا الشغلة متعبة شوية لكن ان شاء الله حتبان النتائج. عبد الحكيم هات منشار عشان قصه ليدا. ذلك الاستاذ محمد العواجي. استاذ محمد، الجبل خضر ولا ما خضر؟ خضر. ايش خضر زيادة ان شاء الله. ايش بنقول للناس اللي يقول لك؟ طبعا احنا لما بدأنا في المبادرة هذه صدفونا كثير يقولوا هذا اما من نسيج الخيال واما ضرب بالجنون انه واحد يزرع الجبال. فطبعا ما في حاجه مستحيله، خلاص وصلت المويه ينزرع الجبل ان شاء الله، بس يحتاج له جدولة ري، اصناف نباتات معينه، وان شاء الله الامور طيبه. هذه ابتكاراتنا ابراج. لا لا ابو عبد أبو, 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 ابو ايوه خلاص، بس لازم عشان نقدر نشيله. اسمع القاعده، لا القاعده، القاعده لا، حننقل البرج. طبعا هي بورتبل بريدج، ووتر بريدج، بورتبل ووتر بريدج، نقدر نقولها من جهه لجهه. المنطقه اللي بنخضرها نحط فيها البرج، يغطي تقريبا مساحه دائره قطرها 50 متر الى 75 متر مع اتجاه الرياح. فزي ما احنا شايفين ما شاء الله خضرت المنطقه دي. هناك برج اخر، وكل ما لا ان شاء الله. يعطيك العافيه استاذ محمد، يسر امرك يا حبيبي.